اهلا بيكم اعزائي اولياء الامور مع موقع نذاكر في درس جديد بعنوان الموارد المعدنيه وتنميتها. طالما العنوان بيتكلم عن معادن يبقى بالتاكيد لازم نشوف ازاي نحافظ على المعادن دي وننميها. المعادن في الاول هي ماده طبيعيه، المعادن ماده طبيعيه صلبه تستخرج من باطن الأرض، وقد تكون قريبة أو بعيدة عن سطح الأرض، ولكن في الحالتين بتستخرج من باطن إيه؟ الأرض. يبقى ابني لما يجي يسألني المعادن بتيجي منين؟ أقول له هي مادة طبيعية تستخرج من باطن الأرض. تمام. أول معدن هنتكلم عليه النهاردة هو معدن المنجنيز. معدن المنجنيز أهميته إنه بيدخل أو يستخدم في صناعة الحديد والصلب. المنجنيز هو اللي بيحول الحديد الى صلب. طب موجود فين اماكن انتشاره؟ موجود في منطقه ام بجمه في شبه جزيره سيناء، زي ما واضح قدام حضراتكم كده على الخريطه، منطقه ام بجمه في شبه جزيره سيناء. طيب المعدن الثاني، المعدن الثاني هو الذهب. اهميته يستخدم في صناعه الحلي والادويه. في ناس بتتعالج بالذهب؟ ايوه في ناس بتتعالج بالذهب. اماكن انتشاره؟ منجم السكري اللي موجود في الصحراء الشرقيه، هنا كده قدام حضراتكم زي ما هو واضح، هنا كده. منجم السكري في الصحراء الشرقيه. طبعا هو في اماكن متفرقه اللي باللون الاحمر على الخريطه قدام حضراتكم. المعدن اللي بعد كده هو الحديد. اهميته هو اساس الصناعه الحديثه، مفيش صناعه النهارده بدون حديد. طب موجود فين؟ موجود في الواحات البحريه ووادي قريم بالصحراء. دي منطقه الواحات البحريه هنا كده في الصحراء الغربيه ووادي قريم، الاثنين في منطقه واحده. المعدن اللي بعد كده هو الفوسفات. اهميته بيصدر للخارج وبيستخدم في صناعة الأسمدة، يستخدم في صناعة الأسمدة. طيب موجود فين؟ في منطقة أبو طرطور في الوادي الجديد. منطقة أبو طرطور في الوادي الجديد. هنا كده قدام حضراتكم على الخريطة. طيب أنا أقيم مستوى ابني إزاي؟ تقدر حضرتك دلوقتي تقيم مستوى ابنك من خلال تحديده لحضرتك لأهمية كل من الفوسفات والحديد والمنجنيز والذهب. وكذلك تحديده لأماكن انتشارهم على خريطة صماء لمصر، يعني أجيب له خريطة صماء وأخليه يحدد لي أماكن انتشار كل من الحديد والفوسفات والمنجنيز والذهب. لو الدرس عجب حضرتك ياريت تعمل لنا لايك وشير وكومنت لصفحة نذاكر على الفيسبوك.